هل الحارة يا هل الحارة ترى للليل سمارة هل الحارة يا هل الحارة ترى للليل سمارة يا هل الحارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتنق إمارة الفجيرة التاريخ الجميل في قلاعها وحصونها وأماكنها الأثرية ومختلف معالمها التراثية والسياحية والتي تؤكد على أصالة الماضي وعراقته لتروي لنا اليوم بصمودها وما تحتضنه من روايات قصص الآباء والأجداد. وطبعا أكيد يسعد مساكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة المميزة من برنامجكم الجماهيري أهل الحارة، هذا البرنامج اللي تعودنا أن نطلع من خلاله عليكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك عبر شاشة تلفزيون الفجيرة ونستمتع مع جمهورنا ومتسابقينا بالأجواء الحماسية الرائعة. وأمسي بعد على المتواجدين معنا ومساك الله بالخير يا ندى. مساء الخير ثامر. أكيد يعني فعلا ان اماره الفجيره هي حاضنه للتاريخ والثقافه والفن والادب ايضا، جميله بكل ما فيها من معاني ماديه ومعنويه. يسعد مساكم مشاهدينا الاعزاء وامسي بعد على الحضور الكريم المتواجدين هني معانا في موقع برنامج اهل الحاره، وارحب ايضا بزملائي زينب المطروشي وعلي اليماحي. وطبعا انتم بعد مشاهدينا ترومون ان تشاركون ويانا وتفوزون بالعديد والعديد من الجوائز النقديه المقدمه من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة. نعم صحيح مشاهدينا، ويمكنكم الفوز بكل هذه الجوائز وأكثر من خلال الاتصال على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. وطبعا إن شاء الله بإذن الله أنا بساعدكم، بس ندى ممكن ما تساعدكم بشكل كبير. أكيد أنتم عارفين متابعين الحلقات وتعرفون أنه مو صحيح، إن شاء الله بإذن الرحمن نحن الاثنين بنساعدكم والأسئلة دائما سهلة ويانا. وترمون بعد تيون هني صوب قلعة الفجيرة في منطقة نعم جانب قلعة الفجيرة في هذه الحارة القديمة. نعم. اللي تعتبر مكان لكم بإذن الله والمسابقات اللي نسويها في هذا المكان. أكيد. نعم. طبعا. وقبل ما نبدأ فعالياتنا ومسابقاتنا خلونا ننتقل لزميلنا علي اليماحي المتواجد في قهوة أهل الحارة ويضيفه ونمسي عليه ونقول له مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا علي. مساء النور يا ثامر وندى طبعا، ومسي أكيد على كل اللي يتابعونا خلف الشاشات لهذا البرنامج، برنامجكم طبعا أهل الحارة. وأيضا أرحب بكل الحضور الكريم المتواجد هنا في موقع تصوير برنامج أهل الحارة أكيد. وياي اليوم طبعا الشاعر عوض بن حيدرة اللي راح نبحر وياه إن شاء الله في عالم الشعر. ولكن قبل أن نبحر في عالم الشعر والقصيد ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام لزميلتي زينب المطروشي والمتواجدة في قسم الأسر المنتجة مع أمهاتنا الله يحفظهن ويبارك فيهن. والكلمة لك زينب ومساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور والسرور يا علي، ومسي بعد على ضيفك الشاعر المتميز الموجود معك اليوم في قهوة أهل الحارة. مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله معانا من قسم الأسر المنتجة ومع أمهاتنا طبعا أكيد اللي أمسي عليهم اللي دائما متواجدين معانا الله يحفظهم من بداية رمضان ليومنا هذا عشان يحضرونا الأكلات الإماراتية والشعبية وبعد التراثية اللي راح نتعرف عليها بعد شوي. والحين عودة لثامر وندى. يعطيك العافية يا زينب وأكيد يعطيك العافية يا علي. والحين بنبتدي حلقتنا مع أول اتصال اليوم، عقبة بنتوجه لجمهورنا اللي موجود معانا اليوم. لكن قبل لا نروح للاتصال نشوف الجمهور كيف وضعه. نشوف الجمهور جاهز ويانا، جاهزين متحمسين. حابة تبدين النداء ولا النداء لازم دائما. زين جمهورنا جاهزين معانا اليوم؟ ما اشوفكم جاهزين، ما عجبوني كثير صراحه. خلاص اذا ما عجبوني ما باخذ اتصال صراحه. لا بناخذ اتصال باذن الرحمن وجاهزين، اسالهم مره ثانيه. يلا جاهزين؟ حلو جيد خلاص. ايش رايكم؟ جيد جيد نمشي الموضوع. المخرجه معانا تقول جاهزين خلاص امورهم تمام. طبعا خلينا ناخذ اول اتصال ويانا لليوم نقول السلام عليكم. سلام يا مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام يا مرحبا بك، عرفنا عن نفسك. الله يخليك حبيب القلب. محمد امير. يا مرحبا بك يا محمد. يا حياك الله. من وين تابعنا؟
والله حاليا قاعد مع رفقاتي بالشارقه. يا سلام، يعطيك العافيه. من الفجيره. يعني عندك جمهور يشجعك يعني؟ اكيد، بس قاعدين طيب. برا مشان صوت التلفزيون معلين صوت التلفزيون على الاخر. يا حلو. سلام، لازم سلام. نسمع جمهوره يشجعونه ولا سمعونا شيء نبغى نتحمس وياكم. لازم نسمع صوتكم. انا بعدت عنهم لانه فضيحه. نوجه لهم تحيه طبعا، بس اكيد تفوز ترجع لهم، نبي نسمع صوتهم. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. خبرين لنا شروطنا. اكيد طبعا شروط المسابقه، نحن عندنا هني سؤالين، كل سؤال بقيمه 250 درهم، في حال جاوبت على سؤالين بتحصل على جائزه بقيمه 500 درهم، اذا جاوبت على سؤال واحد بتحصل على 250 درهم، مقدم من هيئه الفجيره للثقافه والاعلام. حلو 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 حلو. انزين عندك السؤال الاول بيكون يا ثامر. نعم صحيح، طبعا هي قالت السؤال الاول عندي عشان انه شوي صعب، بس يلا بنمشي الموضوع. هذا طبعا في لهجتنا المحليه نقول، ركز، في لهجتنا المحلية نقول دوق الهواء أو اليوم صاير دوقة. ما هو معنى دوق الهواء؟ هل هو سكون الرياح أو شدة الرياح؟ توقع في شدة. ها فكر فكر يعني، حاول يعني تفكر. أنا أحس ما في هواء اليوم. ما شو صح؟ سكون الهواء. صحيح. مبروك، ربحت معانا جائزة نقدية بقيمة 250 درهم مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. والحين نشوف السؤال الثاني ولازم نجاوبه. طبعاً السؤال الأول يعني كثر ما حاولت تصعبه يا ثامر مساعد. أنت شفتش على طول غششتي طبعاً. إنزين السؤال الثاني بعد عن إمارة الفجيرة، وبنختبر شوي معلوماتك الجغرافية. حلو. أنا شاطر فيها. مع 10 ثواني جاوب. عندنا 10 ثواني. هو قالك شاطر في الجغرافية. يلا نشوف. تشتهر إمارة الفجيرة بوجود العديد من الوديان، ومن بين هذه الوديان وادي لثب. إنزين وين موجود هذا الوادي؟ هل هو في مسافي طويين ولا العبادلة؟ أنا زايرة بطويين. طويين. يا سلام. صحيح. كفو. مبروك، تحية لها يا جمهور، سمعنا صوتكم، لازم صفقة كبيرة يستاهل. أنا أباك الحين ترجع لربعك اللي موجودين في الجسمة، وبعد ما شافوك فزت ب500 قول لهم فزت وخلينا نسمع صوتهم. يلا قبل أن سمعنا أكيد. حتى نوجه لهم إحنا بعد تحية. يلا أكيد. يلا لحق عليهم بسرعة. عندك 10 ثواني. جاهزين؟ ها سمعهم، سمعنا صوتهم. الله. ها خلهم لبعضين، بس هم مبسوطين قاعدين. ها مبسوطين. شكله ربعك قول لهم بعزمكم بيتشجعون. ما عليك. يعطيك العافية. تقدر تتواصل مع الكنترول، خليك مع الكنترول عشان ياخذون معلوماتك. يعطيك العافية. تستاهل واكيد مبروك. اكيد مبروك له وموفق خير. وطبعا مشاهدينا انتم بعد تقدرون تشاركونا في مسابقاتنا وتستمتعون باجواءنا التراثية والحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية اكبر واكبر، وكل يوم تكبر جوائزنا يا ندى. كل يوم تكبر وتزيد. نعم صحيح، لين اخر يوم رمضان عاد الله يستر بنشوف ان شاء الله. والله بنشوف يا رب، عسى الله يسر لنا ان شاء الله ان يكون إن شاء الله باذن الله يعني الجمهور متفاعل وموجود يستاهلون. ويستاهلون الجوائز. طبعا قبل لا اروح للجمهور دائما عندنا العادة المعتادة ان نسمع صوت الجمهور، في حال كان صوت الجمهور قوي نروح، ما كان قوي نظل هني. صح خلاص نظل هني ونحول على علي على طول. علي ما شاء الله عليه جاهز دائما. جمهورنا هل انتم جاهزين عشان نجيكم هناك؟ ايش رايك؟ ما اسمع. ما سمعتي؟ صح ما اسمع. انا ما اسمع. نعيد مره ثانيه، لازم نرضي ندى اليوم. جاهزين ولا مو جاهزين؟ انا رضيت. يلا نروح عليهم. طبعا اكيد جمهورنا دائما متفاعل، ومستحيل ان ما نروح للمنطقه هذه اللي فيها الكثير من الحماس وناسه صراحه. نعم. وانا اتحمس اني دائما اتشاكس معاهم، وهم ما شاء الله عليهم دائما ما يكونون جاهزين. طبعا الحين بناخذ رقم من ارقام الجمهور. نعم. وبنشوف هل الجمهور عنده القدره على الاجابه على اسئلتنا ولا ما عنده القدره. حلو. تمام تفضل. طبعا الحين بناخذ الحين رقم. عندنا نختار رقم من الارقام اللي موجوده. نعم. ويانا. تبين انت تاخذين الرقم؟ حياك الله، يا مرحبا، ايش اسمك؟ طال عمرك. يلا ونعم يا سالم. سالم تاخذين الرقم انت ولا ناخذه؟ خليني اليوم انا ابدي. يلا تفضل. يلا عندك. يلا نقول بسم الله نختار. بسم الله. يلا رقم ونشوف شو هو. يا سلام حلو. كم الرقم؟ 104. منو 104؟ 104. ها ما حد 104 مش موجود. نعد للخمسه، في ناس جالسين يطلعون الارقام من من الشنطه. 104. في ناس يطلعونها من الشنطه. تفضلي حياك الله.
لا انتوا جاهزين الرقم ما تخلينا في الشنطه تفضل حياك الله. لا لا انت قلت لك الرقم حلو انت لانه بنت يعني اعطيني اياه عشان ما نرده في الجسمه ما نرجع ناخذه مره ثانيه. نعم زين بحطه في جيبي. يا هلا ويا مرحبا نورتي. مرحبا 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 تفضلي حياك الله. حياك الله كيف الحال؟ راح تصوبك على طول. يا هلا ويا مرحبا. اول الله. مره حد يروح صوبك صراحه. شلونك؟ عارفين عن نفسك؟ خديجه. خديجة؟ أيوة. من وين يا خديجة؟ من الفجيرة. يا حياك الله خديجة. خديجة تعرفين شروط المسابقة؟ أيه. إنزين نحن عندنا سؤالين كل سؤال بقيمة 250 درهم. نعم. إذا جاوبتي على اثنين بتكون الجائزة 500 درهم، جاوبتي على سؤال واحد بتكون 250 درهم. أيه. أسئلتنا حلوة ولطيفة والأجواء تمام. حلو؟ جاهزة؟ أيه. أسألك أول سؤال ولا ثامر يسألك أول سؤال؟ كيف أنت تختارين؟ ما أدري. ها. رأيك؟ والله ما أدري أسألها أنا؟ أنا أسألها. يلا تفضل عندك. زين يا رب سؤال صعب يا رب سؤال صعب. السؤال يقول وايد نسمع يعني في وقتنا الحالي كلمة أو مقولة مثلا شمال أو ناقعة شمال، شو يعني؟ شيء هذا له علاقة حي الشمالي. بالجو حي الشمالي جانا الشمالي الأمور هذه شو هو الشمالي ولا الشمال؟ الجو يعني لا مو بجو هو شيء له علاقة بالجو الجو. بس شو بالجو يعني مثلا يكون رياح باردة ولا رياح حارة؟ أعطيها الإجابة صحيح. كفو عليش تستاهلين الرياح باردة يعني هو إجابة تستاهل. السؤال صفقة كبيرة لا تستاهل تستاهلي. أنا بالنسبة لي ذكريني بس مرة ثانية خديجة. خديجة حياك الله يا خديجة. طبعا السؤال الثاني هو له علاقة في الحريم وبيت قصيد وبيتش تعرفين كلمة من هذه الأبيات تمام؟ حلو. يقول من بو خدود كانها العاي راعي الكواشي لي لها تنوف ماذا يقصد الشاعر بالكواشي؟ أعطيك خيارات؟ هل هي الحلق الذي تضعه النساء في الأذن أم هو نعال عزة الله خاص بالحريم أو ثوب ترتديه النساء؟ عيد السؤال. من بو خدود كانها العاي راعي الكواشي لي لها تنوف شو يعني الكواشي؟ كواشي شو يعني انت ليش صعبت لها السؤال؟ ما صعبت السؤال الكواشي. الكواشي شيء يلبس لنا الحريم. حلوه اللي تركت الحلق. قرب المايك ما نسمعك. الحلق. ايش رايك ندى؟ صحيح طبعا صحيح. نعم اكيد اعطيها الجائزه الثانيه تستاهلها تستاهلين. وهذه الجائزه الثانيه صار عندي 500 درهم. ما تقصرين كل الشكر لك وتقدرين تنضمين للجمهور الله يعطيك العافيه. طبعا العافيه تستاهل. البيت بيت شعر جميل صراحه يقول من بو خدود كانها العاي العاي شو اللي هو العاج لا لكن احنا الجيم نخليها العاج يعني صفات العاج تبارك الله. شوف الشعراء كيف وصفهم دقيق اكيد وصف جميل. دقيق يعني كل كلمه لها وصفها. نعم نعم تحيه لكل الشعراء معناها اكيد تحيه لكل الشعراء. يلا ناخذ رقم. انا اخذ الرقم الحين. شفت انت ما سويتي يا الموضوع. بسم الله. انا سويت. لا سويت. لا ما سويت. شهدون صح سويت. الجمهور سويت ولا ما سويت؟ لا ما سويت. لا ما سويت. لا. لا ما سويت ما سويت. انا اصدق قبل. زين طبعا معانا رقم 102 102 منو 102؟ يلا 102 102 حياك الله يمي. يا مرحبا صفقة كبيرة صفقة كبيرة للوالدة الله يحفظها. تستاهل تستاهل الوالدة الله يحفظها. مرحبا 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 الوالدة. يا مرحبا هلا يا هلا مرحبا. السلام عليكم. تروحين عندها تجي عندي مساكم الله بالخير. عندي احسن عندي احسن. الله يحفظك امي. ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير. عساك بخير. طيب مرحبا بك امي. طبعا تحيه للوالده ما شاء الله عليها مشاركه معانا اليوم. الله يخليكم. طبعا نحن ناخذ منك المعلومات يا امي. الله يخليك. عارفينها باسمك؟ مريم سعيد علي. والله ونعم يا امي ونعم. نعم حياك الله. عندنا سؤالين لك كل سؤال ب 250 درهم وان شاء الله باذن الله بتكون الاسئله سهله عليك ان شاء الله. تمام باذن الله الكريم. جزاك الله خير. مشكور. زين أنا بقول لك بيت شعر حلو. أو أبيات شعرية يقول ما أدري الشهر سابع ولا سات أحسب ولا أشوف حسيبة وينكم يا أهل البشوت والسات ولا سات وش قصة عبيد في السيبة؟ السؤال هو ما هي اللاسات واللاس؟ هل هي ساعة من الساعات القديمة اللي توضع في جيب الكندورة أو قطعة من القماش الحريري توضع على كتف الرجال من باب الزينة؟ شو هي ما سهلت الموضوع كتف وشي يعني كشف يعني الخلقه هي الخلقه يعني نعم الخلقه يعني الخلقه اللي وين تحط
يعني تلبس يلبسوها الناس يحطونها على كتف الرجال صح؟ صحيح نعم صحيح 100% إجابة صحيحة تستاهل الوالدة إجابة صحيحة وهذه الجائزة الأولى مقدمة من هيئة الجير للثقافة والإعلام تستاهلينها يا أمي وفي عندنا سؤال ثاني عندنا سؤال ثاني السؤال إن شاء الله بيكون عندي يلا السؤال يقول نعم فلان قاعد يردع شو يعني؟ شو يعني أمي؟ وشو ذا؟ فلان قاعد يردع شو يعني؟ ترديعة شو هي الترديعة؟ عشان قاعد عشان جالس ترى قاعد جالس ها؟ يعني يردع أمي يردع أنا بعدش خيارات تمام؟ يعني يرجع إزوع لا 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 يا أمي ما يزع لا يردع أمي اللي هي أعطيك خيارين أعطيها خيارين هي عملية ربط وتجهيز خيوط الحداق أو هي عملية تجهيز وربط الشباك ربط الشباك صحيح والله صح بس ممتاز ممتاز كفو زميلتنا زينب تحيه زينب تستاهلين يا امي هاي الجائزه الثانيه بقيمه 250 درهم تستاهلينها يا امي ما قصرتي الله يحفظك صفقه كبيره الوالده الله يحفظها مرحبا بك يا امي الله يحفظك تقدرين تروحين تنضمين لهم الله يعطيك العافيه اكيد يعطيهم العافيه المتشاركين ويانا ويستاهلون الجوائز يعني عاد ثامر نعم يعطيك العافيه انا بالنسبه لي سالم بتروح بس عندنا مفاجاه صح أنا عندي مفاجأة في حد في بنوتة صغيرونة بتشاركنا بشيء أتوقع يا سلام سالم تقدر تنضم لهم بعد يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا يا سالم ما تقصر عندنا اليوم وين مشاركة البنوتة؟ خاصة صحيح نعم في مشاركة خاصة ما شاء الله ترى اليوم الأسئلة أشعار والدنيا ما شاء الله اليوم كله يعني ما شاء الله تبارك جميلة. الرحمن أنا بالنسبة لي ما بقول لهم شو المفاجأة أنت لا تحرقي المفاجأة خلهم يستانسون يشوفون لا أنا سمعت قبل الهواء سمعتي مستانسة لهالسبب أباها تي مرحبا حياة تعالي تعالي مرحبا 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 صفقة كبيرة صفقة كبيرة صفقة. تستاهل شو هالجمال يا قلبي حياة سلام يا سلام يا سلام طالع الجمهور ما شاء الله شو اسمك وداد وداد شلونك يا وداد خير الحمد لله انا عندي شيء انا صراحة خلاص ايش رايك تبدلين تصيرين انت تقدمين بدال ندى لا اقدم بدالك خلاص انا محتاجين دماء جديدة في الاعلام وداد شو محضرتنا اليوم فقرة شو عن الفجيرة يا سلام يا سلام خلاص نسمع يلا نسمع شعر شو هو قصيدة كم زي. عمرك وداد سبعة ما شاء الله تبارك الرحمن سبع سنوات بتقولين الحين قصيدة عن الفجيرة صحيح يلا نسمع يلا. القصيدة قولي فخر فخر هذه الفجيرة والنعم الشامخة بشيوخها ورجالها ومحمد بروق المزن سيل الرهم الشرقي يلي فال عزة فالها على القمم يا أبو حمد على القمم مكانك العليا ومن ينطالها غيرك سمو في سماع عالي الهمم يلي تشيل ظروفها وحمالها الله صح تحية كبيرة تستاهل ما شاء الله عليك يا وداد ما تقصرين يا وداد كل الشكر لك يا وداد وما قصرتي وخلاص أنا بفكر أن خلاص تصير أنت بدال ندى خلاص وداد أنت من باتشر مكاني بس خلاص نبدل معك تستاهلين يا قلبي يعطيك العافية تقدر تنضمين الجمهور ما تقصرين الله يحفظك شو الجمال يا وداد ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك خلاص ندى أنت لازم تتنازلين عن مكانك خلاص أنا بتنازل ما شيء وداد مبدعة صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن دائما اطفالنا مميزين ومبدعين وخصوصا اطفال الفجيره ما شاء الله تبارك الرحمن نعم. الحين شو الحين بنروح اكيد عند زميلنا علي ونشوف شو محضر لنا ويا ضيفه نعم يعطيكم العافيه ثامر اكيد وندى وحياكم الله من جديد مشاهدينا وكالعاده انا اكلمكم واحدثكم من هنا من قهوه الحاره طبعا القديمه من برنامجكم برنامج أهل الحارة هذا المكان اللي اعتدت أني أنا أستقبل فيه ضيوف مميزين في كل المجالات ومختلف المهن والحرف أكيد واللي راح نتكلم وياهم عن مواضيع كثيرة عن التراث عن الثقافة أكيد عن يعني ونتعرف عليهم من قرب ونتعرف على شخصياتهم وكالعادة أيضا أنا وضيفي راح ننتظركم ننتظر مشاركاتكم إنكم شاركونا أسئلتنا وجوائزنا العديدة المقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وأيضا من هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة سواء كان بالاتصال الهاتفي على الرقم الظاهر أسفل الشاشة أو حتى بالحضور والتواجد هنا معنا في موقع تصوير برنامج أهل الحارة واليوم رحبوا وياي أكيد بالشاعر عوض بن حيدرة نمسي عليك بالخير ونقول له مبارك عليك الشهر مساك الله بالنور يا أخوي علي
بارك الله علينا وعليكم. يا مرحبا علينا وعليك إن شاء الله. منكم صالح الأعمال. اللهم آمين. شاعرنا أكيد في البداية كلمنا عن أجواءك الرمضانية ويا الأهل. جوك في رمضان كيف شاعرنا؟ هو جو رمضان كالعادة يعني هي نفس أجواء رمضان، أجواء فرح، أجواء بهجة، أجواء جمعات أهل وأصدقاء وأحبة. وشهر رمضان هو جميل بكل حالاته. يا سلام. نعم. يا سلام، يعطيك العافية أكيد. طيب كلمنا عن الأمسيات الشعرية اللي شاركت فيها، وشو أهمية هذه الأمسيات في مسيرة الشاعر رمضان؟ أخوي علي، نحن هني الحمد لله في دولة الإمارات المجال مفتوح على مصراعي لكل شخص، شاعر، كاتب، أي توجه الإنسان يبغى يبدأ، المجال مفتوح ومسهل. وأنا قبل أدخل في الحديث هذا، نعم، في قصيدة نفتتح بها ثم ندخل في الحديث الذي ندخل. هي قصيدة إهداء لسمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة، عضو أعلى المجلس الاتحاد. قول يا سلام الله عليكم ورحماته لكم، يا الفريد السامي اللي سميت أعلى مقام، يا فخر أرض الفجيرة وشعبك والحكم، يا الزعيم القايد القدوة الأب الإمام، يا سحاب أزجاه ربي وبالخير ارتكم وارسله بالجود للناس، فنجود وتهام فيك يا شيخ المكارم، تكرمنا وبكم تكبر الأحلام وتغتر الروس الغمام، دام ربي في بقاكم ودام بعزكم جعلكم في عافية كل حول وكل عام، يا من اندار الحديث بسخاء وبعدلكم تبتهج الأرواح ويعم في الأرض السلام، وانت طرقنا الوقفات كم وقفة وكم العظيمة من المواقف يقف فيها العظام، انتم يا طويل العمر ما غيركم من سواكم، راحته يسهر وشعبه ينام، الوطن هو شغلكم والمواطن همكم، من جزين بعزمكم كل صعبة، لا ترام لا شعر لا نثر لا سجع يا في حقكم، انتم اكبر من فضال بجدية والكلام، انتم اكبر من فضال بجدية والكلام. صح الله لسانك، صح الله بدنك، يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. اكيد يستاهل سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، نعم، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، حفظها الله، جزاك الله خير أكيد على هذه القصيدة. ونرجع لك طبعا، راح نرجع لك نكمل حوارنا وياك عن الأمسيات وعن القصيد وعن الشعر، ولكن عندنا اتصال هاتفي أكيد من أحد المشتركين ونقوله ألوه ويا مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. منو ويانا؟ حييت. أم خالد وياك. أم خالد شحالك أم خالد؟ مرحبتين. عساك بخير. الحمد لله. مبارك عليك الشهر الفضيل. مبروك على الجميع إن شاء الله، على أمة محمد إن شاء الله، ينعاد عليكم كل سنة وكل حول إن شاء الله يا رب. اللهم آمين إن شاء الله عليك وعلى كل من يعز عليك بالصحة والعافية إن شاء الله. شو رأيك في برنامجنا يا أم خالد؟ ما شاء الله ممتاز، ما علي أي كلام. متابعين ما شاء الله عليكم، متابعة جيدة يعني انت؟ نعم، وحضرت لكم بعد مباشر جلست عندكم. يا سلام، حياك الله طبعا، حيا الله الجميع. الله يحييك. الله يحييك. طيب قبل ما ندخل في 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 الأسئلة أم خالد، راح أشرح لك شروط المسابقة. طبعا السؤال الأول قيمته 250 درهم، والسؤال الثاني التكملة ل 500 درهم، ولكن السؤال الثاني مربوط بوقت معين اللي هو 10 ثواني. لا بد انك انت تجاوبي على هذا السؤال في من خلال في خلال هالوقت يعني. جاهزه؟ نعم جاهزه. زين، نروح للسؤال الاول ونقول هي قطعه بيضه او جسم بليني ويعتبر العمود الفقري لحيوان الحبار اللي هو النغر، طبعا انت عارفه النغر اكيد. ايه. شو تسمى هذه القطعه اللي في ظهر النغر؟ عادي تعطيني خيارات. اعطيك خيارات. طيب يسمونها الفشة ولا الاسفنجة؟ طبعا الفشة. الفشة. ها؟ ايه نعم فشة. صحيح، إجابة صحيحة، يعطيك العافية، مبروك. الله يعافيك. 250 درهم أكيد مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومن هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة أكيد. ونروح للسؤال الثاني واللي بتكمليه به إن شاء الله 500 درهم. هو لغز. أم خالد شو الشيء اللي يعني كل ما أخذنا منه يكبر وكل ما أعطيناه صغر؟ سهل وايد. شو هو؟ ك-
كل ما أخذنا منه يكبر وكل ما أعطيناه يصغر. سهل. زين، أعطانا خيارات. ما شيء خيارات، خلاص هي 10 ثواني وراحت العشر ثواني إن شاء الله، يعني فرصة ثانية بإذن الله. طبعا مبروك عليك 250 درهم ربحتين، مبروك عليك، راح يتواصل معك الكنترول أكيد. شكرا لك يا أم خالد، ونرجع مشاهدينا وياكم لضيفي اليوم الشاعر عوض بن حيدرة. عوض، الحين خلنا نرجع لموضوع الأمسيات. الأمسيات أنا عارف أن يعني دورها مهم في حياة أي شاعر حقيقة، ولكن اليوم تحديدا بما أنك أنت اليوم تشرفني منورني، أكيد هذا السؤال موجه إليك. الأمسيات شو سوت لك؟ شو عطتك؟ شو خذت منك؟ هي ما خذت شيء، هي عطتني. عطت. نعم. الشاعر يوم يحضر الأمسية، سواء هو كان ضيف الأمسية أو كان من المتوايدين في هذه الأمسية، هو مستفيد. مستفيد. أولا يختلط بالشعراء، يتعرف على الشعراء، يسمع شعر، تتوسع مداركه، يتعرف على أشياء أكثر من أنه إذا جلس متقوقع على نفسه. فلابد من حضور الأمسيات والندوات الثقافية، لابد للشاعر أن يحضرها في كل مكان. تعتبر مقياس عوض الأمسيات للشاعر حقيقة؟ هي مش مقياس، هي مكمل. هو الشاعر لابد أن يثقف نفسه، لابد أن يقرأ، يطلع، يقرأ عن الشعراء السابقين، لأن يقولون الكلام من الكلام، الكلام من الكلام. الشخص اللي ما بيقرأ، ما بيطلع، ما بيشوف أشعار متقدمين والمتأخرين، ما بيبدع. صحيح، ولكن أنا سألتك السؤال متعمد حقيقة، لأن اللي أغلب ما نشوفه اليوم من شعراء، وأنا أتكلم تحديد عن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يلس لك كاميرا وصور خلفية محترمة وخلفية موسيقية أوكي وكذا، وقال لك بيتين نصهم مكسرات طبعا، وضرب ترند ومشى حاله وأصبح يلقب بالشاعر. فأنا أشوف أن الأمسيات الحقيقية، الأمسيات الشعرية، هي مقياس حقيقي. لليوم أنت بتكون قدام الناس. صحيح. قدام الناس المقيمين. صحيح. الناس اللي فاهمين في الشعر. نعم. أغلبهم شعراء. نعم. يعني أغلب الحضور لهذه الأمسيات أغلب حضور الحضور شعراء يكونوا أساتذة. فهل تتفق معي أنت؟ جدا أتفق. صحيح معك. يعني. نعم. نحن أنا بالنسبة لي ما عرفت يعني شعراء كبار، يعني مثل كريم معتوق، مثل بطي المظلوم وغيرهم من الشعراء، إلا من خلال هذه المجالس الأدبية والندوات، فيسمعون منك أنت إذا كنت شاعر عندك شعر وعندك شيء جيد، هم يقدمونك، يعني هم يدعمونك. لكن الشاعر اللي ما عنده شيء، يعني اللي هو بو موسيقى وتصميم وهذا، فما يسلك، يعني تم مكانه على مواقع التواصل. صحيح. طيب شاعر عوض، يعني تأثير الشاعر، خبرنا عن تأثير الشاعر الكبير طبعا معالي الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة عليك، وفيما يخص الشعر باللهجة الفصحى. نعم، باللغة الفصحى. هو يعني تعرفي على الشعر الدكتور مانع سعيد العتيبة كان عن طريق كتاب أهداني أحد الأصدقاء. نعم. وكان عنوان هذا قبل يمكن 2007. ما شاء الله. نعم، الكتاب لازال الآن محتفظ به. عنوان الكتاب أروع ما قيل في الحب والغزل، فمن العصر الجاهلي إلى العصر الحديث في هذا الكتاب. وكانت من بين هذه القصائد من شعراء العصر الحديث قصيدة للدكتور مانع سعيد العتيبة، فقرأت عنه وعرفت مدى يعني جمال الشعر. وكانت هذه القصيدة من أول القصائد اللي يعني حبيتها وردتها لدرجة أني حفظتها. قصيدة كانت جميلة جدا. يا سلام. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. أكيد وأكيد عندنا اتصال هاتفي وراجعين لك بلا شك، ونقول ألو يا مرحبا. ألو، مرحبتين. مرحبتين يا مرحبا، بتوش حالك؟ الحمد لله، شكرا كثير. الاسم الكريم بس. سارة الطاهري. سارة طاهري. يا مرحبا بسارة في برنامج أهل الحارة. حياك الله. يا مرحبا. نروح وياك السؤال الأول على طول. عارفة الشروط؟ إن شاء الله. عارفة الشروط؟ لا، مو عارفة الشروط. زين، بنقول لك الشروط. السؤال الأول طبعا قيمته 250 درهم.
والسؤال الثاني مكمل للخمسمائة درهم، ولكن السؤال الثاني يفرق عن الأولاني بأن مقنن بعشر ثواني فقط، يجب عليك بأنك أنت تجاوبي على السؤال الثاني خلال عشر ثواني ولا راحت عليك الجائزة. الله تساعدني. خلينها تروح عليك الجائزة. لا إن شاء الله بتكتب لي يا رب. ما علي، أنا في السؤال الأول ممكن أني أساعدك، بس السؤال الثاني خلاص ساعدي نفسك بنفسك يعني. اتفقنا سارة؟ خير يا رب. إن شاء الله خير. سارة ويانا؟ الظاهر انقطع الخط. ألو سارة؟ ما عليه، خلوا ترجع تتصل إن شاء الله سارة ونسألها أكيد ما أسئلتنا. طيب شاعرنا، بعد اللي عرفنا عنك ما شاء الله أنت عندك شغف كبير لقراءة الكتب التاريخية والشعرية، كيف أثرت قراءتك لهذه الكتب على مستواك الشعري؟ خلنا نقول هي بلا شك تثري الواحد، القراءة تثري الشاعر وأيا كان، تثريه بمفردات، بطريقة كتابة الشعر، الشعراء المتقدمين اختياره للمواضيع في بشكل كبير، يعني تأثيرها بشكل كبير على الشاعر يكون تأثير إيجابي جدا، فكان له تأثير يعني ولازلت ليومنا هذا مستمر وإن شاء الله لن أتوقف. إن شاء الله إن شاء الله. سارة ردت لنا يعطيها العافية. رجعتي لنا سارة؟ إيه معاكم. حياك الله يا مرحبا. الله يحميك. خلاص يلا نروح على السؤال الأول قبل ما ينقطع الخط. إن شاء الله. طيب أوكي. بيض السمك سارة في اللهجة المحلية له اسم ثاني غير إنه بيض السمك، شو هو المسمى الثاني؟ بيض السمك. أيوة بيض السمك. ما في يعني. ما فيش يعني أكل يعني تعاوني. والله ما أسمعك يا سارة. شو تقول؟ اقتراحات. ما في اقتراحات؟ اقتراحات خيارات. خيارات. طيب طيب انا بقول لك الكبد. ايه الكبد، شو يخص الكبد في الموضوع. طيب 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 انا بقول لك المعضة. المعضة ولا الحبول؟ ممكن الحبول. بعد راح الاتصال ولا شو السالفة؟ ويانا انت سارة؟ معاكم. ايه المعضة ولا الحبول؟ الحبول ممكن. الحبول ممكن؟ لا إيه؟ الحبول صح. الحبول صح. مبروك ربحتي 250 درهم. طيب نروح للسؤال الثاني، هذا السؤال عاد ما راح اساعدك فيه. والله؟ ايه لا خلاص. هيلب يور سيلف على قولتهم، عندك 10 ثواني تجاوبين فيها. من بعد ما أسأل السؤال عندك 10 ثواني، جاهزة؟ إن شاء الله. طيب يقولون، أو السؤال يقولون في لهجتنا المحلية، فلان وصلنا غبشة. شو يعني غبشة؟ متى يكون هالوقت؟ هو وقت بس متى يكون غبشة؟ شو يعني من غبشة؟ غبشة غبشة ممكن قبل الفجر. قبل شو؟ الفجر. قبل شو؟ الفجر. الفجر؟ ايه إجابة صح. مبروك مبروك عليك 500 درهم مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وهيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة. مبروك يا سارة، تستاهلين. شكرا شكرا. يعطيك العافية. هلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يعطيك العافية. طبعا يعني ضيفنا اليوم انت اسعد، يعني اليوم انا تشرفت بتواجدك حقيقة. لنا الشرف. وسمعنا هاي القصيده المهداه لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الفجيره حفظه الله، جزاك الله خير على هذه الله القصيده. الله يسلمك. وننتظرك اكيد ان شاء الله في لقاءات اخرى باذن الله. موفق الشاعر. اللهم امين. ونشوفك بيك في المراكز العليا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يحفظك. الله يحفظك. نعم مشاهدينا، وكان هذا حوارنا مع الشاعر عوض بن حيدره اكيد، والروح لزميلتنا زينب المطروشي ونشوف شو عندها اليوم. زينب مساك الله بالخير والكلمه لك.
مساك الله بالنور والسرور يا علي، ويعطيك العافية على هذه الاستضافة الرائعة مع شاعرنا الشاعر الإماراتي الشاعر عوض. مشاهدينا رجعنا لكم مرة ثانية من قسم الأسر المنتجة مع أمهاتنا عشان نتعرف أكثر وتفاصيل أكثر حول الأكلات الشعبية الإماراتية اللي دائما تكون موجودة على السفرة الإماراتية في شهر الخير شهر رمضان. مساك الله بالخير يا مهيثم. مساء الله بالخير. علومك الحمد لله. شو مسوي لنا اليوم؟ انا اشوف اليوم مغيره ساقو ساقو ويا شو ساقو مسوت لنا ويا السمن. لا هي سمن البلدي حسب شيء لونه شاي على الاصفر. هي وزعفران. وزعفران حبيب. ايوه هي حبيبتي. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يسلم ايدك. مساء الله بالخير ام عبيد. مساء النور. علومك حبيبتي. الحمد لله حبيبتي. انت اليوم ام عبيد مسوي لنا حلو اليوم. شو الحلو اليوم؟ الجيمات حبيبتي. يعطيك العافيه. هذا اللي مطلوب في كل مكان. اي صدق والله ما يستغنوا عنه. وياكلونه كل يوم. كل يوم كل يوم على الفواله. اليوم يبو يدور ودواره صدقك والله. اي والله اسبتي الناس شويه اوزانها تزيد في رمضان. يعطيك العافيه ام عبيد حبيبتي. ام علي شو اخبارك؟ علومك الحمد لله. الحمد لله مبارك عليك الشهر علينا وعليكم. يعني ام علي ما شاء الله اول مره تنورينا. شو رايك في الاجواء اليوم؟ الحمد لله منتع من عيش. شو رايك في اجواء الحاره الجديده؟ الحمد لله شيء جميل زين. الحمد لله. شو قاعده تحضرين لنا اليوم من اكل شعبي؟ خبز الرقاق. خبز رقاق ويا. أيوة. شو بتسوينه؟ حق الفريد وحق مع الشاي مع كل شيء. أيوة. بس جايبه سمن اليوم وياك. ايوه السمن بس سمن. ايوه حبيبتي يعطيك أيوة. العافيه. الله يعافيك. خلينا نسلم بعد ونرحب بام سالم اول مره تكون موجوده معانا اليوم. ام سالم بس تاخذين المايك حبيبتي اذا ما عليك امر. بس ان شاء الله بالخير. سنور مبارك عليك الشهر. سالم علومك تسلم والحمد لله. ام سالم انت بعد اول مره تنورينا في الحاره الجديده. شو رايك في الاجواء؟ الانوار وايد حلوه ما شاء الله. الاجواء وايد جميله. الصحه والعافيه. وانا هاوية التراث حبيبتي. أنا نص بيتي كل أغراض تراثية منورة حبيبتي. حبيبتي يعطيك العافية وإن شاء الله دوم تكونين معانا وتنورينا. حبيبتي حبيبتي يعطيك العافية. الله يعافيكم. الله يسلمكم إن شاء الله. أنتم بعد مشاهدينا تقدرون تستمتعون بهذه الأجواء الرمضانية الحماسية في الحارة الجديمة وبعد بالأكلات الشعبية الإماراتية والتراثية. والحين نروح لزميلنا ثامر نشوف شو مجهز لنا من أسئلة تراثية وبعد ثقافية لها علاقة أكيد وصلة بالعادات والتقاليد الإماراتية. مساك الله بالخير يا ثامر. مساك الله بالنور والسرور يا زينب. وأكيد نحن موجودين كالعادة في هذه المنطقة المميزة عشان نتعرف على معلومات جديدة من الآباء اللي موجودين عندنا. لكن قبل لا نبدأ لازم ناخذ واحد من الجمهور. قبل لا ناخذ حد من الجمهور لازم نسمع صوت الجمهور. جمهورنا سامعيننا ولا لا؟ لا أشوف أن أحس اليوم وضعكم مش عاجبني كثير. مرة ثانية جاهزين يا جمهور؟ سامعيننا يا جمهور؟ ممتاز. خلونا أشوف الحين من اللي بيطلع معانا وياخذ أول سؤال في العرشان ويربح معانا 500 درهم مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. مرحبا يا سالم. سالم صح؟ يا مرحبا بسالم. شو أخبارك؟ خلني بختار رقم. يلا بسم الله. كاشخ اليوم ما شاء الله عليك. قالوا لي بتاخذ مكاني بتصير المذيع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله الكريم. طب خلنا بشوف الرقم كم. الرقم شو الرقم؟ 65. 65. منو موجود 65 يطلع معانا. يلا مرحبا 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 مرحبا. خلاص حصلنا 65. شو رايك بيفوز اليوم ولا ما بيفوز؟ هذا باخذها انا. بيفوز بتساعده؟ ها اكيد ان شاء الله. اني منك؟ لا لا انا ما بحاول ما اغشش صراحه عشان ياخذ الاجابه بشطارته. لا لا نحاول نفوز كل حد ان شاء الله. يا سلام عليك. لا لا مذيع شاطر صراحه. خلاص تم. يا مرحبا مرحبا حياك الله. حياك الله. تفضل حياك الله. الله يحييك. خليك بجنب سالم. عرفنا على اسمك. عبد الله خميس. والله ونعم يا عبد الله. شو اخبارك؟ الحمد لله طيب. سرك الحال. الله يعزك ان شاء الله. طال عمرك انت عارف المسابقه. نعم. المسابقه عباره عن سؤال تختار احدى هذه البيئات اللي انت تشوف نفسك عارف فيها اكثر معلومات ولك خبره فيها. عندك البيئه الزراعيه، البيئه الجبليه والبيئه الزراعيه. تختار واحده من قصدي البحريه. تختار واحده من هالبحريه هالبيئات وتاخذ منها سؤال. بحريه. بحريه هي. على طول. نعم. بس يلا نروح البحريه. يعطيكم العافيه ابوي محمد ويعطيك العافيه ابوي سيف. نروح للمميز محمود. مرحبا بك يا محمود. مرحبا ابو زايد. يا مرحبا. ان شاء الله بخير. الله يعافيكم. طيب. يا مرحبا يا مرحبا. طول العمر. خلينا نقرب هني. تعال هني بعد عشان يشوفونك الجمهور. جمهور اعطوه تحيه يستاهل. يعطيه يا سلام. قبل ما نبدا نحن بالنسبه لنا تبارك الرحمن يعني البحر بحر بحر تمام فيه كثير من المعلومات الحلوه. أيوة. نبغى ناخذ منك قصه عن اهل البحر عن الفنون البحريه هالامور هذه اللي ممكن الناس ما يعرفونها بشكل كبير. حاضرين ان شاء الله. حضر لك الخير. عندنا اليوم معلومه مميزه. نعم. عندنا معلومه او مصطلح كلمه المهكه او الهك.
زين. شو تعني؟ شو تعني؟ شو تعني؟ عندنا الصيادين وابواتنا واجدادنا في ذاك الزمان معدات الصيد بالنسبه لهم يعني صعوب انك تحصلها، فكانوا يجلبون الغزل ويسوونه مثل الكباب ويطرقون فيه الالياخ ويسوون منه الشباك. مع الاستعمال والصيد في الموسم الاولي والموسم الثاني يتغير لونه، يضعف، العيون ما له تستوي شريخه. نعم. شو يسوون؟ كانوا يجمعون الاصداف. نعم. اصداف المحار والفشت، ويجمعون الليشم. وعندهم حوض، هذا الحوض فيه ذوع النخل، ويحطون هذا اللي جمعوه المحار كله داخل. نعم. ويشبون النار. نعم. ويخلونه يومين يطيح ويا الرماد، ويشوفونه مستوي مثل الطحين، ويابوا الماء وحطوا عليه. نعم. وعقب يابوا هذه الشباك اللي استعملوها من سنتين موسمين وحطوها داخل. نعم. خلوها بعد يومين، وعقب شالوها ونشفوها على المجدفات. هيه. نشفت بعد يومين. نعم. ردت مرة ثانية لونها أبيض، والعيون زفنت. نعم. استوت قطينة ما شاء الله، ورد استخدام. وهذه من أساليب الاستدامة اللي كانوا يمارسونها. نعم. أجدادنا ما شاء الله في هذه الأيام. يعني أنا اللي عجبني في الموضوع أنه كيف قدروا يوصلون هالطريقة هذه اللي ترجع الشباك كأنها جديدة مع الخبرة. نعم. والممارسات اللي صارت ما شاء الله. كان أسلوب الاستدامة موجود عندهم منذ القدم. أكيد. أكيد. وما شاء الله القيادة الحينة تعزز هذه الاستدامه. نعم. وتأصله وتعمل اسلوب حياه. اكيد ان شاء الله طبعاً. للاجيال القادمه يكون اسلوب حياه. نحن تعلمناه اصلا من الاباء اللي كانوا يشتغلون هاي الشغل، وطلعوا لنا هاي المصطلحات اللي كانت تحافظ على كل شيء. انت قبل كنت تقول لي ان الحجم الهامور بعد اذا كان في حجم معين ما يصيدونه ويخلوه يعقون البحر. نعم نعم. من فتره ياخذ لسنتين ونص. نعم. لثلاث سنوات لين يوصل الحجم اللي مطلوب. نعم. للتكاثر. نعم صحيح. نعم. فهاي نعم. الامور كلها كانت ممارسات من اول قبل لا نعرف مصطلحات الاستدامه. صحيح. فهذا الشيء اللي يدعم موضوع ان نحن في الامارات شعب قام على الاستدامه من بدايته، ونكملها للأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله. وحين معانا الأجيال القادمة موجودين اللي يسمونه أجيال الغد إن شاء الله، بنعطيه سؤال من أسئلتك البحرية. هو قال أنا خبير في البحري، فبنشوف إن شاء الله بيعرف ولا لا. يلا جاهز؟ جاهز. لا تقرب المايك. جاهز. جمهورنا تشوفونا جاهز ولا مو جاهز؟ جاهز. يلا. عندنا في البحر. نعم. الأصداف، شيء اسمه الدروي، وشيء اسمه الزعو، وشيء اسمه العكوز. نعم. هذا شو اسمه؟ عطني خيارات. قلت لك الدروي ولا الزعو ولا العكوز؟ ها دروي. ها ها ها. عكوز. 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 إجابة صحيحة. عكوز. وربحت معانا جائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من هيئة الجير الثقافة والإعلام. حفظت شو هذا شو اسمه؟ العكوز. العكوز. زين. من تروح على حد خلاص تعلم ان هذا نوع عكوز. تمام ان شاء الله. اكيد اكيد. يعطيك العافيه ما قصرت. عافية. وشكرا لك، وشكرا لك يا سالم. تقدر تنضمون للجمهور. شكرا جزيلا. يعطيكم الف عافيه. الله. ومشكور يا محمود على المعلومات الطيبه والقصص الجميله، وان شاء الله باذن الله دائما كل ما حد يختار سؤال من عندكم نجيكم ان شاء الله. حاضرين. الله يعطيك العافيه محمود. ومشكور مع البيئه البحريه والاباء اللي موجودين معك. تسلم. الله يعزك يا ابوي. تسلم. طبعا اكيد دائما البيئه البحريه يكونون مع الجمهور. نعم أبوي. ها نعم ساعدون الجمهور. نعم اكيد اكيد. طبعا ابوي يقول ان نحن نساعد الجمهور عشان الجمهور يجي بشكل اكبر والجوائز تكبر وكلنا معاكم باذن الله. المهم ان نتعلم تراثنا الاماراتي العريق. وطبعا الحين عشان نكمل لازم نرجع لزملائي ونكمل معهم فقرات. شكرا ثامر على هذه المعلومات القيمة، ودائما من خلالك ومن خلال هذه الفقرة نتعرف على معلومات تراثية إماراتية من خلال البيئات المختلفة سواء الزراعية الجبلية أو حتى أيضا البيئات البحرية. مشاهدينا رجع لكم مرة ثانية من قسم الأسر المنتجة، وهذه المرة بالتحديد مع الحرف التراثية واليدوية، ومعانا أيضا مشتركة من إمارة الفجيرة راح نتعرف عليها أكثر قبل ما نبتدي معها أسئلتنا التراثية الممتعة. بس إن شاء الله بالخير حبيبتي. ألومك بس تمسكي المايكروفون. إيه. شو أخبارك؟ خير. اسمك ومن
من وين؟ سليمة سعيد أحمد درهم من اليماحي. من الفجيرة؟ سليمة أول مرة تشاركين في مسابقات وأسئلة تراثية ولا متعودة؟ أول مرة. شو معلوماتك الإماراتية التراثية؟ زينة والله. أكيد؟ في حد جاي معاك يشجعك ولا بروحك اليوم؟ يا أهلي. إنزين سليمة إحنا شوي بندردش مع الأمهات مع أم علي ومع أم محمد لما تتجهزين وتدخلين معانا في الأجواء، شو رايك؟ زينة. تمام؟ مستعدة؟ عادي. إن شاء الله. بس ان شاء الله بالخير محمد. خير والنور والسرور حبيبتي. الحمد لله. شو اخبارك اليوم؟ الحمد لله. شو رايك في الجو اليوم؟ الجو والله زين. زين صح؟ شويه بس احسن عن امس شويه. الحمد لله حبيبتي. الجو زين. ام محمد البنات في البيت الصغار عندك، بناتك، احفادك يحبون او يسالون ويبون يتعلمون اكثر عن التلي وكيف يسوون التلي مال قبل؟ يبون يتعلم كان ما يتعلموا، اقول تعال تعلم، احنا ما فاضيين عند الدراسه. انزين. ما فاضيين حق التعلم التلي. بس انت تحاولي تعلميهم. انا احاول اعلمهم. هي مش صعبة وايد يعني نقدر محمد نتعلمها. نعم نقدر نتعلم. بس نفس ما قلتي لي قبل يبالها صبر. صبر. الواحد يصبر يعني يتعلم. إحنا أول عادي في أسبوع نتعلم يعني. إنزين. كان الحين إلى شهر شهرين نتعلم. إيه. أنا ما مدي مني يعني بتمعد يشوي يعني هالكجوجة والسف والتل ولا هذا. إنزين. هي هكذا يعني. بس يبالها شوية. والبعدين الواحد ما شاء الله عادي. يقدر خلاص يتعود. يقدر. إيه نعم يقدر يتعلم. بس أنت بعدك تسوين يعني أم محمد مش بس في المناسبات التراثية تستخدمينها في البيت. حتى في البيت تلي والسفافة كل شيء يعني. ما شاء الله عليك. من هذا القفص الكفار الحصير الشنطة. إنزين. كل صارور كل شيء يعني. ترى هذا عسبت إحنا دائما نتعلم منكم أم محمد التمسك بهذا التراث الجميل. كل شيء نسوي الحمد لله. فبعدش تسوي ما شاء الله حبيبتي. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. يعطيك الصحة والعافية. أم علي شو أخبارك؟ علومت مبارك عليك الشهر. الله يبارك. أم علي أنت اليوم أول مرة تكونين موجودة معانا في الحارة القديمة، خبريني شو رايك بالأجواء؟ الحمد لله كل شيء زين. الحمد لله. شو كان فطوركم اليوم؟ شو فطرتوا؟ الثريد الهريس. ثريد ولحم هريس. ثريد لحم هريس. يعطيك العافية أم علي حبيبتي. ها جاهزة سليمة؟ مستعدة؟ زين نبتدي معاك بالسؤال الأول. كل سؤال طبعاً ليه جائزة مختلفة. السؤال الأول بيكون قسيمة عبارة عن 1000 درهم خدمات مقدمة من مركز لابيل وعيادة الدكتورة فرح الأنصاري للتجميل وبعد مركز فن درايف. تمام؟ أنا بعطيك خيارات وإذا بعد ما عرفت تجاوبين إن شاء الله الأمهات بيساعدونا ما بيقصروا. تمام؟ بس يوم بتجاوبين قربي المايك. إنزين سليمة السؤال يقول قطعة من الذهب تلبسها المرأة الإماراتية قديماً اسمها الفتخة أو الفتاخ. الفتخة أو الفتاخ. شو هي الفتخة؟ هل هي خاتم نلبسها في السبابة؟ لا صبري بعطيك خيارات. نلبسها في السبابة ولا كانت تلبسها المرأة الإماراتية قديما في الإبهام في الريل أو في القدم؟ تساعدينها محمد؟ كسوارات. فتخة. لا شو الفتخة؟ الفتخة تلبس في الريل في الصبع هذا الإبهام. أي إيش قالت لك محمد؟ أدينا محمد الإجابة؟ خاتم. الفتخة هي نوع من نوع الذهب بس فتخة تلبس في الريل هنا تلبس. إيه. الصبع هذا. شو الإجابة الحين سليمة؟ كسوارات. هي لا بس وين تلبس في الإيد ولا في الريل؟ قبل كانت تلبسها المرأة. بالريل. ما شاء الله عليك. يعطيك العافية أم محمد حبيبتي. يعطيك العافية. إنزين الحين مبروك حصلتي على الجائزة الأولى اللي هي قسيمة بقيمة 1000 درهم مقدمة مركز لابيل وعيادة الدكتورة فرح الأنصاري للتجميل وبعد مركز فان درايف. شوفي سليمة ما شاء الله ها الجمهور قاعد يشجعك بعد بدون ما نطلب منه. جاهزة للسؤال الثاني؟ بعد بساعتك أم محمد ما بتقصر. إنزين هو زي من الأزياء الإماراتية كانوا يسمونه قديما الملفع. ما هو الملفع؟ شو الملفع؟ زي من الأزياء الإماراتية القديمة. بتساعدينا محمد؟ بيت قديم. هي شو؟ هذه ست شاورش عليها. شيلة. الشيلة مبروك. شيلة. وهذا الملفة اللي تفهمي داخل. يعطيك العافية حبيبتي محمد. يعطيك العافية. مبروك سليمة فزتي معانا ب 500 درهم مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. يعطيك العافية حبيبتي. يعطيك العافية. مشاهدينا راح نروح لفاصل سريع وراح نرجع نكمل معاكم باقي مشوارنا أكيد من المسابقات إلى الألعاب الشعبية وأيضا الأسئلة الإماراتية التراثية. وما تنسون أنتم بعد تقدروا تشاركون معانا بتواجدكم يوميا في الحارة القديمة. انتظرونا. هل الحارة يا هل الحارة ترى للليل سمارة. يا هل الحارة هل الحارة يا هل الحارة ترى للليل سمارة. يا هل الحارة اشتغل فيها بس ما لازم تكمل. نعم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم الجماهيري برنامج
أهل الحارة. أكيد ما زلنا مستمرين وياكم في فقرات برنامجنا طبعا الفقرات الجميلة هذه التراثية أكيد اللي فيها الموروث الإماراتي نتعلم منه ويعني نحافظ عليه ونجدد ذكرياتنا وياها أكيد ونعلم منه الأجيال القادمة أكيد للمحافظة على هذا التراث بإذن الله تعالى. مشاهدينا أنا اليوم طبعا متواجد وياي هني الوالد عبيد سعيد العبدولي ابويا بيج حال بارك الله فيك طمني الحمد لله نحمد الله يسلم. طبعا مشاهدينا اليوم يا الوالد عبيد سعيد العبدولي بنتعرف وياه على حرفة التعصيم اليوم وطبعا جمهورنا الكريم المتواجد ويانا هني لكم حصة إن شاء الله من هذه الفقرة في ربح إحدى الجوائز المقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومن هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة. طبعا اسمعونا زين واسمعوا حواري أكيد مع الوالد عبيد وإن شاء الله أنكم تربحون ويانا جوائزنا أكيد. أبوي أكيد قبل ما أبدأ وياك بنختار أحد الله شيء طيب على راحتك مرة نعم حسب بيشوف أنت شو تسوي ونسأله تكمله ثلاثة دخلوا المشترك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حياك الله قرب حيو مرحبا يا الوالد السلام عليكم سلام ورحمة الله قرب أبوي الله حييك حاضر بخير قرب حياك الله قرب استري مرحبا يا مرحبا سهلا بخير مرحبا طول عمرك استريح بخير استريح نعم استريح طبها الوطن طبها ما عليك منها لا ما عليك استريح الله يريحك يلا يا مرحبا يا مرحبا وش حالك يا ابوي عساك بخير بنعمه الله يطول انت بخير بخير اكل خير اللهد ما تعرفنا عليك الحمد لله ما تعرفنا عليك والله سعيد من طحنون ونعم من حبحب من مضب من مضب اي من حبحب اللي صار لك لنا الحين من مضب والله ونعم وامشي على قب يا سلام عليك الحمد لله رب العالمين حط بس المايك كيمو عليكم ما شاء الله عليك زين ابوي الريال عندنا عبيد العبدولي نعم بيسوي التعصيم حق المخرافه ونبغى نشوفه وخلافه اسالك سؤال زين وعلى السؤال هذه جائزه ان شاء الله فالك الناموس وتلطم الجائزه هاي تستاهل زاهب يلا ان شاء الله بسم الله زين ابوي عبيد طبعا خبرنا اول شيء عن حرفه التعصيم هذه وشو الحبال المستخدمه فيها هاي هذا طال عمرك يا حرة التعصيم حبالة وترى كانوا الشواب يقلدون ليه من النخل لكن الحين دي مستورد هو أريح وأسهل ليك اللي هو هالكمبار طبعا هالكمبار أنواع في حبل الوصم في حبل الشب فنختار حق التعصيم هو الحبل الوصم هذا عشان شو سهل الحركة بس للتعصيم في المخرافة أو في القفير أو في الكفار أي شيء منه أحجام طبعا أيوة أحجام لكن حق المخرافة هذا حسيت إن الخوص صغار تختار لي الحجم الصغير نعم عشان لو كان حبل كبير يوم ترب الدفرة تنقص العين صحيح ما استفدت شيء صحيح والحبل هذا بس يبين برا بس من الداخل ما يبين ايوه من برا بس يبين بس برا زين ومش المفروض انه يبين من داخل بس من برا ما يبين انا اتكلم لشكل عشان يكون شكله افضل الافضل الانبر هي من برا من برا ايوه لانك تقدر كديزاين يعني. تعمل ديزاين على الطول تعمل ديزاين ذيها مثلثات حسب انا اشوفك جاي مخرافه ما شاء الله وفيها رطب فيا ريت المخرج بس يجيب لنا رطب شوف ما شاء طبعا الرطب الحين مش في موسمه لا لكن ابوي عبيد انت ساحر انت وين جايب لنا هذا؟ ها مال القريه ها؟ القريه ما شاء الله فاشوفه ما ادري اذا تجيب الكاميرا ما شاء الله رطب ها مثل ما تشوفون ما شاء الله ها هذا رطب جزاك الله خير ما قصرت ابوي عبيد وجودك الاولين يقولوا بيت الطين ما يخلى لا مطحين مطحين نعم على اساس انه نثبت الوجود موجود عندنا نعم جزاك الله خير بارك الله فيك صح العافيه بنصير طبعا للوالد وبنسالك الوالد الحين نعم سؤال عن التعصيم وعن الامور اللي قدامنا هذه الحين الحمد لله طبعا التعصيم تعرف التعصيم شو قايل؟ ايه ها؟ تروم تخدمه؟ ايه تروم ها؟ ايه؟ زين انا ما بعبل عليك زين انا بقول لك هذه شو اسمها؟ هاي اسمها مخرافة مخرافة؟ ايه يا سلام مبروك ربحت 500 درهم وياك استاهل
تفضل شجعوه تستاهل شجعوه يستاهل الوالد يعطيك العافيه السلام عليك يعطيك العافيه طول عمرك يعطيك العافيه ما قصرت الله يحفظك ابوي كم يسوي وجودك هنا الله يسلمك انت والله نورت المكان والله نربحك بدون سؤال بدون شيء والله انك تستاهل الله يحفظك يا ابوي الله يعطيكم الصحه سلمت استريح استريح اي نعم استريح الامور طيبه ان شاء الله استريح نباك يا سيانة بعد ما تبغانا لا باكم لك انا الله يطول اي حد غيري الله يطول في عمرك يا سلام طول عمرك ان شاء الله لا ما عليك الكل ان شاء الله الكل بيفوز ان شاء الله وياك ويانا ما حد خاسر الله يعطيك ان شاء الله يا حيال عمرك طويل ان شاء الله زين ابوي عبيد نباك تخدم لنا شويه تعصيم ضروري والله مبارك الله فيك اول شيء طبعا لازم الخرابه هذه تقيسها عشان عندك أربعة تضرب أربع مكانات أربعة لو ما قست يمكن يها عيال بعض أنا شفت مرة أبو ثلاثة على ما يركب على المخرافة لا مخرافة كانت بس أبو ثلاثة لا ما يركب يركب للميزان الميزان يمكن ثلاثة. ميزان نعم الميزان كبتين يركب للميزان أيوة. ثلاثة يا سلام أما المخرافة أربعة ما شاء الله والقفير والمزماة اثنين واحد منا إيه؟ نعم. بس ما مشاب كاتب ما تواصل هذا نعم. كل واحد بروحه يعني لأن ميزان إيه ما يجيب لا الميزان ميزان وحتى القفير ميزان يجيبك الميزان يشبك هذا وياه عشان تحط لي الحطب في النص فوق إيه؟ تربط هذا الصاب ذا وتربط الصاب الثاني هذا وتحط العلاج فوق أساسها ميزانية لو طلعت مثل في الميزان لو رفعت حطيت الحطب كذي وياه هذا أنزل معناته ما متعايرات يجيب عيار عشان هذه تعادل وياها نعم نعم جزاك الله خير ابو عبيد على هذه المعلومات مشكور وما قصرت بيض الله وجهك واكيد الوالد ايضا بيض الله وجهك جزاك الله مشكور خير. انك وصلتنا الله يخليك انك وصلتنا هني هاي وصلتك روحك سواساوي الله خير جزاكم الله الله يحفظك ويطول في عمرك يا رب ان شاء الله امين جزاك الله خير نعم مشاهدينا وصلنا الله عمرك طويل يا ربي الله يسلمك نعم مشاهدينا وصلنا معاكم طبعا لختام هذه الفقره وشفنا كيف التعصيم في المخرافه اكيد وكل يوم عندنا حرفه راح نتعلم عليها وياكم ونشوفها أكيد اللي هي الحرف اللي كانوا يستخدموها أكيد أبائنا وأجدادنا رحمة الله عليهم من اللي سبقونا وننتقل الحين لزميلي ثامر الصياح ثامر الكلمة لك يعطيك العافية يا علي على هالمعلومات الطيبة والجلسة الطيبة والمعلومات اللي نستفيد منها منك ومن ضيوفك اللي موجودين معاك والحين مع المتسابقين اللي موجودين معاي في هذا المجلس بنختبر معلوماتهم الثقافية والتراثية وبنشوف إذا قادرين أنهم يجاوبون على الأسئلة بشكل صحيح وبنشوف اليوم إذا ما في حد بيساعد الثاني وبنشوف إذا جمهورنا بعد يساعدهم ولا ما يساعدهم طبعا أكيد أسئلتنا لليوم ودوم سهلة وجوائزنا دائما تكثر وتكبر فيهم طبعا السلام عليكم كيف حالكم عساكم طيبين ان شاء الله بخير يا شباب جاهزين للاسئله جاهزين متاكدين ها نبدا من اليمين ولا من اليسار من يمن خايف من تدريبك شوف على طول يمن شرد صح زين السؤال الاول من عندك عرفنا عن نفسك سالم علي اليلي والله نعم يا سالم حلومك يا سالم طيب الحمد لله من وين جاينا اليوم والله من وادي سهام طال عمرك يا مرحبا الله يحييك تابع البرنامج اتابع البرنامج نعم استانس على البرنامج يا الله ما يحتاج حلو ممتاز محتاج. شوف الاجواء جميله ما شاء الله الاجواء جميله الحمد حلو. لله تمام نعم. الواحد بالنسبه له لازم يوم يجي مكان برا يتطيب وياخذ عطور ويتعدل ويتزقرط صح نعم شو امورك مع العطور والله طيبه الحمد لله شو تحب من العطور ما شاء الله العطور الفرنسيه طبعا يا سلام قلت الحين بيقول لي عود عنبر والامور هاي ها لك في الفرنسيه نعم زين حلو السؤال عن العطور نعم زين يقول لك شو او من اين يستخرج عود العنبر يلا من اين من طبعا من الاشجار شجره العود العنبر لا ما هي شجره هو في البحر في البحر انا قلت لك انا البحر ما لي في البحر لازم تغوص شوي مع بعض الاسماك ولا اضخم اسماك في العالم من الحوت يعني حوت شو حوت البحر يعني ادري حوت شو احنا انت نطلع من الحوت شو حوت العنبر يعني ها العنبر حوت ايش العنبر نعطيه جائزه ولا ما نعطيه جمهورنا نعطيه جائزه ولا ما نعطيه نعطيه ولا ما نعطيه افكر الجمهور ما عجبني لازم الجمهور يعطينا صوت عالي عشان نعطيك جائزه جمهور
تبون نعطيه الجائزة؟ نسمع صوتكم هني. نعطيه جائزة؟ ما نسمع. نعطيه جائزة؟ يستاهل. هذه جائزة مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بقيمة 250 درهم، وأيضا قسيمة مشتريات من مستشفى الشرق بقيمة 1000 درهم أو قسيمة خدمات تستاهلها. ومشكور على الإجابة الطيبة. الحين نروح ل ما شاء الله اليوم أخضر وسامت ومرتب، أمورك طيبة، شكلك تتزامن مع معامل استدامة. قرب المايك خلي يسمعونك. طمن عنك. الحمد لله. شو أخبارك؟ بنعمة. شو اسمك؟ طارق موسى. والله ونعم. من وين جاينا اليوم يا من الفجيرة. يا سلام، من وين الفجيرة؟ من الفصيل. يا سلام، أهل الفصيل. أنا دائما إذا لازم يكون معي حد من أهل الفصيل. تحية ثانية لأهل الفصيل، كل يوم أعطيهم تحية، يستاهلون. تسلم عزيز. زين، السؤال سهل وللحين في العطور. تحب العطور؟ ها؟ قرب المايك. قرب المايك خلنا نسمع صوتك. منو ما يحب العطور؟ زين حلو. يقول لك من أين يستخرج المسك؟ المسك إيه؟ من الغزال. غزال شو؟ مو الغزال هذا، من الغزال شنو بالضبط؟ أنت واضح تغشش تراك، مو بعيد. صحيح الإجابة، من غزال المسك. تستاهل جائزة بقيمة 250 درهم مقدم من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وأيضا قسيمة خدمات بقيمة 1000 درهم من مستشفى الشرق في الفجيرة. كل الشكر لك. والحين نروح لمتسابقنا الثالث، وإن شاء الله يكون مجهز نفسه إن شاء الله، وتكون عنده الـ 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 الإجابة الصحيحة إن شاء الله يا رب. أتمنى. تبي نصعب عليك السؤال ولا سهل؟ سهل وسهل. الله يسعدك. ها متأكد؟ سهل. عرفنا عن نفسك أول. عدنان محمد. والله ونعم يا عدنان. وين ساكن يا عدنان؟ بالفجيرة. وين بالفجيرة؟ بشارع حمد. يا سلام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. نعطيك مثل بنشوف إذا أنك عارف تقول التكملة ولا لا. إن شاء الله. زين، يقول لك المثل: طالع من الخب وطاح فيه. ها؟ خيرات. طيب سهل علينا شوي. والله اسمع الجمهور. طوي. ها؟ طوي. طيب حلو، إجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة طوي. عطوا صفقة يستاهل، لكن لا لازم نوهقه، ما يصير. شو يعني طوي؟ طوي. الطوي في اللهجة المحلية شو معناه؟ شو معناه؟ بير. بير. البير في اللهجة المحلية هو طوي. وطبعا ربحت معانا أيضا جائزة بقيمة 250 درهم مقدم من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وقسيمة خدمات بقيمة 1000 درهم. تستاهل. وحقناك شوي بس يلا لازم عشان الناس يكون عندها معلومات أكبر. شكرا لك. الحين نروح للسؤال الرابع. جاهز للسؤال الرابع ولا لا؟ عند الذيب. عند الذيب. خلنا نروح له نشوف. سهل. الله يسهل عليك دنيا واخره. امين. لا والله الحين اذا انك تسمع بتاخذ الاجابه مني. تم. امور طيبه. يقول لك اللغز سهل. شو الشيء اللي يشيل اثقل الحمال؟ اثقل الاحمال وما يشيل ابره. يشيل اثقل الاحمال وما يشيل ابره. البحر. متأكد؟ نعم. البحر يشيل السفن ويشيل. أنا بالنسبة لي والإبرة مرة بتغط تحت. الإجابة صحيحة 100%. تستاهل جائزة بقيمة 250 درهم، وأيضا قسيمة خدمات من مستشفى الشرق بقيمة 1000 درهم. عرفنا باسمك ما عرفنا اسمك. مانع سيد. والله ونعم يا مانع. نعم بحالك. أنت ملاحظ أن الجمهور ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم هو اللي جاوب الأسئلة كلها؟ طبعا صحيح. تحية كبيرة لكم يا جمهورنا اللي جالس يجاوب على كل الأسئلة. تبارك الرحمن، صفقة كبيرة. أنتم تصفقوا لهم صراحة. يستاهلون. يستاهلون. يستاهلون تحية كبيرة. طبعا بعد هالإجابات المميزة والجميلة من جمهورنا الحلو والمميز، جمهور برنامج أهل الحارة، نحن الحين بنروح لفاصل بسيط ونرجع لكم نكمل باقي فقراتنا الممتعة في برنامجكم أهل الحارة. أهل الحارة يا أهل الحارة، ترى لليل سمارة. يا أهل الحارة. أهل الحارة يا أهل الحارة، ترى لليل سمارة. يا أهل الحارة.
يعطيكم العافية متابعينا ومشاهدين برنامج أهل الحارة. وطبعا الحين وصلنا للفقرة المميزة والحلوة اللي فيها كثير من الحماس والتفاعل من الجمهور وأيضا من المتشاركين اللي يكونون معانا في هذه المنطقة بجانب المنامة وجانب أمهاتي الله يحفظهن. طبعا برنامج أهل الحارة دائما ما يكون متميز وفيه الكثير من الحماس. قبل لا نبدأ حماسنا وناخذ القواعد من أبوي سيف الدهماني لازم نسأل الجمهور ونقول له المقولة اللي دائما نقولها من الفجيرة ولا من كل إمارة، مالكم إلا أهل الحارة. أنا بقول الكلمة الأولى وأنت بتكملون الأخير، تمام يا جمهور؟ تمام يا جمهور؟ زين حلو، يلا نبدأ. من الفجيرة ولا من كل إمارة، مالكم إلا؟ من الفجيرة ولا من كل إمارة، مالكم إلا؟ ممتاز، خلونا نشوف المشتركين. يلا حياكم الله، يعطيك مع صفقة 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 لسالم، يستاهل. حي الله سالم. يقولون خلاص ان شاء الله قريبا بتصير مذيع ان شاء الله باذن الله. نشوف الرقم نلف بعدين ما تقول لي ندى ما خلطت الاوراق تقول لي غشيت. بنشوف الرقم رقم أربعة. منو موجود معنا رقم أربعة؟ ها رقم أربعة؟ منو رقم أربعة؟ يلا نعد لكم الخمسة. ما طلع رقم أربعة بناخذ رقم ثاني. لا لا ها ما حد رقم أربعة. يلا يلا نشوف رقم أربعة مش موجود. نشوف حد ثاني ولا موجود. يلا هذا هو رقم أربعة جاينا. بنشوف رقم ثاني لين ما يجينا رقم أربعة. زين نخلط نخلط. حلو ناخذ الرقم رقم 26. رقم 26 موجود؟ ها يلا رقم 26 منو موجود بسرعة؟ موجود؟ يلا رقم 26 مش موجود رقم حياك الله يا مرحبا. عرفنا في نفسك بس خلينا ناخذ الرقم الثاني. خلينا نشوف الرقم الثاني دقيقة. رقم الثاني يا طويل العمر رقم 35. حياك الله تفضلي تعالي تعالي بسرعة 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 بسرعة. يا سلام يا سلام مستعجلة ما شاء الله عليها. يعطيها لها صفقة كبيرة لها تستاهل. مرحبا. حتى الجسمون الانتاج ما قدر يزخها تبارك الرحمن. مرحبا كيف حالك؟ تعالي هني تعالي هني. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحين عندنا اول متسابقين خذيناهم بنتعرف على السيدات. اولا شو اسمك؟ هلا صادق يا مرحبا يا حلا. شو اخبارك يا حلا؟ منيحه تبارك الرحمن. مستعده؟ مستعده. بتفوزين عليه؟ طبعا. يلا بنشوف. شو اسمك؟ حمد مانع. والله ونعم يا حمد. نعم. بتفوز على حلا؟ ما تعرف لازم تتحدى يقعد بفوز عليه. يلا الحين ابوي بيشرح لهم. اشرح لهم ابوي يا سيف. طبعا لعبه الكرابي عندنا عده انواع لها لعبها، ولكن احنا اليوم لعبنا من نلعب اللعبه الثانيه. نعم. اللي هي تمسك رجلك اليسار او اليمين. نعم. على كيفك انت وتنقز لين تروح شو يسمونها حتى توصل الكره تاخذها وتوازن عمرك. شيل الكره وترجع. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله الله يضرك ما شاء الله تبارك الرحمن. تحيه للوالد سيف يستاهل يستاهل. يشرح لكم ما شاء الله عليه ما في حيله. الله يعطيه العافيه ممتاز. فهمت ما عندي الحين مثل حلو. بما ان فهمت اللعبه والقواعد روحي يمين يا حلا خليك يسار يا حمد. افسخ نعالك عزك الله عز سامعين زين. لا تقدر اظني تقدر بها ايزي. يلا حلو عندك العد ابوي عرفتوا كيف. يلا يلا جاهزين. يلا واحد اثنين ثلاثة. ها عاشت راحت حلا ما شاء الله 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 ما شاء الله. يا سلام تستاهل تحية. حلا فازت معانا بجائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من هيئة فجيرة الثقافة والإعلام. وهذه بعد جائزة لك يا حمد من فن درايف عشان تروح تستانس. ردوا الكور وروحوا للجمهور يعطيكم العافية. كل واحد يلا رجع الكرة مكانها. وين حطيت الكرة؟ زين ممتاز متحمسة حلا الله يعطيها العافية. أيوة. متحمسة يعطيها العافية. ناخذ رقم ثاني. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. ناخذ رقم ثاني نشوف الرقم كم. بسم الله رقم سبعة. منو موجود رقم سبعة؟ ها رقم سبعة موجود؟ رقم سبعة ها لا جاهز مو بجاهز جاهز مو بجاهز. حلو رقم سبعة مش موجود. موجود رقم سبعة؟ حلو لا مش موجود. يلا نروح على رقم غيره. بسم الله رقم 26. 26 موجود؟ 26 مو موجود. 26 نروح نشوف رقم ثاني. بسم الله بسم الله إن شاء الله. لكون أنت عندك رقم؟ كم رقمك؟ 16. 16 لا طلع مش فوق. رقم خمسة موجود؟ ها
رقم خمسة، يلا وصلنا اللاعب اللي جديد يعطيه العافية، مستعجل طاير تبارك الرحمن، كله حماس ما شاء الله تبارك الرحمن، حياك الله يا مرحبا. خلاص الحين عندنا المتسابق الأول، نشوف المتسابق الثاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بنشوف الرقم الثاني. رقم 12، رقم 12 يلا تعال، رقم 12 يجينا يلا على السريع، نشوف رقم 12 موجود. رقم 12 يلا يا تمام تحية كبيرة للرقم 12، وأيضا كم كان رقمك؟ خمسة. يا سلام يا سلام يا سلام، يعطيكم العافية. شوف. يلا وقف هني وعلى طول بتبدون، يعد لكم، عرفت القواعد صح؟ عرفت القوانين زين. ها؟ يعد لكم أبوي للخمسة وتتوكلون على أول شيء. دقيقة خلنا بعرف اسمه، شو اسمك؟ طحنون. يعطيك العافية طحنون. وأنت بعد؟ سيف. يا مرحبا سيف وطحنون في المنافسة، عطوهم صفقة قبل لا نبدأ، يستاهلون صفقة كبيرة. يلا روح يلا. لا دقيقة اصبر، لا خلنا نصبر شوي. يلا عدنا من الثلاثة أبوي. واحد اثنين ثلاثة. عاشوا عاشوا الشباب، عاشوا الشباب، ما شاء الله ما شاء. ها ها ها، لا 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 لا، الفوز من نصيب طحنون، يستاهل طحنون، تستاهل طحنون. امس كنت موجود معانا وخسرت للاسف صح؟ اليوم فايز، شو تقول للجمهور؟ لا تشرب، تعال تعال قرب. ها مشكورين مشكورين. طيب منو اللي شجعك؟ منو موجود معك اليوم؟ اخواني. اخوانك؟ شو اسمهم اخوانك؟ حمد وديمة وداد. يا سلام، حمد وديمة وداد، تحية كبيرة لحمد وديمة وداد، يعطيهم العافية. وداد لكل قالت لنا قصيدة ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. لا اليوم العائلة مبدعة تبارك الرحمن، فاز هو معانا ب 500 درهم وبعد موجود. تعال 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 قرب 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 قرب. شفتك طحت هناك، تعال قرب هني، خليك هني، شفتك طحت. توازن ما هي توازن اختل. شكلك مثقل على الفطور صح؟ ها شو كلت على الفطور؟ قول لي اعترف. تريد ها سمبوسة بس؟ ما كلت شيء ثاني؟ لا لا شرب عصاير. تريد عوافي على قلبك. طبعا عشان ما تزعل، هذه جائزة مقدمة من فن درايف، تستاهلها وإن شاء الله بإذن الله نشوفك مرة ثانية وتفوز بإذن الله معانا. وأيضا جائزة مقدمة من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بقيمة 500 درهم لك يا طحنون، تستاهلها، صفقة كبيرة لهم، يستاهلون ما شاء الله عليهم، يعطيكم العافية. كلكم معاكم الجوائز، ممتاز ممتاز. يلا تحية لهم وتفضلوا مع الجمهور، يعطيهم العافية. أبوي ما شاء الله تبارك الرحمن مستعجل، أبوي سيف بيروح يجهز نفسه، الله يعطيه العافية. طبعا أنت بعد ما قصرت، شكرا جزيلا، نشوفك على خير. جمهورنا الكريم والمميز والمبدع دائما، نحن حاليا خلصنا من هذه اللعبة المميزة، وبعد ما شفنا الحماس اللي نشوفه في هذه المنطقة، بنروح لزميلتي المميزة دائما ندى، عشان تلعب معانا لعبة جديدة وأسئلة جديدة في منطقة العرشان مع الآباء اللي موجودين معاها. لك الكلمة يا ندى. يعطيك العافية ثامر، ومبروك للفائزين اللي كانوا وياك. صراحة كل يوم يعني يالستي بلهم ألعاب أجمل وأحلى، ويعني صراحة وايد وناسة، يعني أنا بي باكر إن شاء الله عندكم الفقرة ذيك. الحين حاليا مشاهدينا أكيد مثل ما تعودتوا إن في آخر فقرة عندنا هني في أهل الحارة، عندنا فقرة البيئات اللي بنستقبل فيها متسابق ويانا، اللي بيختار واحدة من هذه البيئات ويكون السؤال من هذه العرشان اللي موجودة. خلونا ناخذ الضيف اللي موجود ويانا. يا مرحبا بك والسلام عليكم، يا حياك الله. حياك الله أبوي، تفضل. طبعا الحين راح يوصل عندنا المتسابق، حياك الله أبوي. أنا مشاهدين حياك يا حياك الله، عرفنا عن نفسك. الله يبارك فيك. عرفنا عن نفسك. الله يخليك، سعيد نصير سعيد. والنعم يعني. والنعم من الفجيرة. جاي من الفجيرة. نعم. والنعم أبوي. نعم. جاهز. جاهز. عارف أمور الأسئلة هني. هذا. عندنا هني العرشان الموجودة، عندنا البيئة الزراعية، وعندنا البيئة الجبلية، وعندنا البيئة البحرية. أيوة. فأنت بتختار واحدة من هذول البيئات، وإن شاء الله كل بيئة الوالد اللي موجود بيسألنا السؤال له علاقة بالبيئة هذه. أيوة. حلو؟ أيوة. إن شاء الله من الرابحين. وإن شاء الله من الرابحين والأسئلة حلوة. زين؟ ها شو تختار؟ الدلو. الزراعية. زراعية. أيوة. تمام. وجاسم. نعم. حياك الله. يا حبيبك العي. زين. تفضل قول لنا السؤال. عدنا حايتين. أيوة. ينصنعن من السدو ولا ينصنعن من خوص النخل اللي هو المكبه والمشب، من شو ينصنعن ذيلا؟ المكبه والمشب من شو ينصنعن؟ من خوص النخل ولا من السدو؟ خوص النخل.
صحيح؟ صحيح. مبروك. صحيح. طبعا مبارك. كان الجواب سهل ويعطيك العافية على السؤال. يعني هذه الجائزة مقدمة من هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام. طبعا هذه 500 درهم. والحين الوالد عنده قصة يخبرنا إياها، زين نسمعها ويا المشاهدين. شو بتخبرنا اليوم سالفة؟ والله بنخبرك سعيد عن هذه المنيور. المنيور لشو يعمل؟ ها؟ لشو شو يعمل؟ اليازرة. حط قرب المايك أبوي حتى يسمع. اليازرة. نعمل لليازرة؟ اليازرة. ونعم. حط العدة على المنيور. أيوة. ويحطبها حطها داخل. أيوة. ويجيب الثور. نعم. ويحطها ويناول عالية. حسنا أبوي. والثور يصير والمنيور ترى فوق. نعم. التركيبة. صح. وجوابك صحيح. حلو. حلو. معلومات الزراعية حاضرة. مرة موجودة. جاهز. مرة. صفقولة. صفقولة صفقولة. يعطيك العافية أبوي، نور طبعا وتستاهل الجائزة. طبعا نحن خلصنا حلقتنا لليوم وشكرا. شكرا لك أبو جاسم. طبعا يا عزيزتي مخرج. الله يسلم. شلو وياك. شلو وياك. عطل عطيتك لك. يعطيك العافية. وطبعا شكرا على المشاركة مشاهدينا. وصلنا الحين لختام حلقتنا لليوم من برنامج أهل الحارة. طبعا ترمون تشاركون ويانا إن شاء الله باتشر، أيضا تيونا هني لموقع التصوير عند قلعة الفجيرة في الحارة القديمة، أو بعد تواصلون ويانا عبر الأرقام اللي تشوفونها أسفل الشاشة. نشوفكم باتشر على خير وتصبحون على خير. هل الحارة يا هل الحارة ترى لليل سمارة، هل الحارة يا هل الحارة ترى لليل سمارة، عرفنا الحب وأسرارة وعشنا جنة ونارة، لقينا حبنا أجمل معاكم يا أهل الحارة، أهل الحارة يا أهل الحارة. سوالف حلوة ما تنمل وعن كل ما تبي اسأل، ليالينا هي الأجمل معاكم يا أهل الحارة، معاكم يا أهل الحارة، أهل الحارة يا أهل الحارة.